عن واقع الاقتصاد الليبي، نلاحظ ان الاقتصاد الليبي هو اقتصاد واقبال لافت وقياسي للتقدم بالترشح الى الانتخابات الرئاسيه، والتي وصلت الى ما يقارب عن 98 مترشح. حوارات ونقاشات تفاعليه في مثل هذا النوع من القضايا. ولهذا الدكتور محسن فرج البرغفي قائد الفريق المشارك الندوة والذي قدم لنا كافة التسهيلات والخدمات. أرحب بالجميع على رأسهم كلية الاقتصاد ومكتب خدمة المجتمع والبيئة الذين اختاروا موضوعا لهذه الندوة. أيضا من مزايا الاقتصاد الليبي، أو نحن نعتبره عيب من عيوب الاقتصاد الليبي، اللي هو ضعف القاعدة الانتاجية. عنوان المداخلة: وضع الاقتصاد الليبي في ظل المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة طبعا من 2010 إلى 2020. تناولت المداخلة أو الورقة كل المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الليبي خلال هذا النمو، وقدر بحوالي 15%، وفي فترة من 2010 إلى 2012 فترة معتبرة مستقرة نسبيا، أدى ذلك إلى ارتفاع صادرات النفط على الميزانية العامة بارتفاع الأنفاق على بند المرتبات والأجور. عاودت ثم الانخفاض من جديد، وهو رقم قياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطن الليبي، سواء من حيث معدلات التضخم والبطالة. دكتور سقر حمد جباني، عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد كلية الاقتصاد جامعة درنة. قمنا اليوم بندوة علمية بعنوان الاقتصاد الليبي في ظل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة. تناولت الندوة عدة محاور اقتصادية وإدارية ومحاسبية واقتصاد سياسي، قدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد كلية الاقتصاد جامعة درنة، وحضرها اللفيف من المواطنين المهتمين وبعض مؤسسات المجتمع المدني. وتخلل الندوة نقاشات وحوارات حول العملية الانتخابية والاقتصاد الليبي والظروف الراهنة التي يعيشها الاقتصاد الليبي وتأثيرها على سير العملية الانتخابية.